بسم الله الرحمن الرحيم. اسر شانل، ايه حوار الاسر شانل ده؟ انا هفترض دلوقتي ان انا عندي تو سويتشز، سويتش 1 سويتش 2، والتو سويتشز دول متوصلين ببعض باكتر من لينك، تمام؟ زي مثلا متوصلين باربع لينك، ادي 1 2 3 4، تمام؟ طبعا احنا فاكرين من ايام السي سي ان اي ان الداتا مش كانت بتتنقل على الاربع لينك مع بعض، الداتا كانت بتتنقل على مين؟ واحد بس، والباقي بلوكينج. فانا هفترض دلوقتي ان سويتش 1 ده كان الروت، وطبعا ابتداء من المحاضره الجايه هناخد السبانينج تري باذن الله وهنراجع الكلام ده كله، وساعتها هنكتشف ان احنا تقريبا ما اخدناش سبانينج تري ايام السي سي ان اي، رغم كميه المعلومات اللي اخدناها ايام الان اي، بس هنكتشف تقريبا ان احنا مش اخدنا خالص سبانينج تري، تمام؟ المهم تاني سويتش 1 ده الروت، وبالتالي كل الانترفيسز اللي عليه في حاله الديزيجنيتد فورورد، يعني ينفع الداتا تعدي عليه. طب واللي قصاده؟ واحد في حاله الروت فورورد والباقي بلوك. بلاش كده عشان مش باينه. بلوك 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 على الفيس، بلوك على الانستجرام، تمام؟ المهم تاني ان الداتا بتاعتي كده هتمشي على مين؟ سلكة واحدة بس، والباقي ملوش أي لازمة، تمام؟ هفترض كمان إن كل لينك من اللينكس دي السرعة بتاعته 1 جيج، كلهم السرعة بتاعتهم كام؟ لو الباندوث بتاعتهم كام؟ 1 جيج. يبقى أنا دلوقتي بتكلم إن الداتا بتاعتي بتتبعت بسرعة 1 جيج واحد بس، والباقي كله مش ليه أي لازمة، صح؟ طب مش حرام اللينكس دي كلها؟ يبقى أنا بستخدمها بس عشان الهاي افيلابيلتي، بس عشان لو واحد وقع الداتا هتحمل على واحد تاني، وقع الداتا هتحمل على واحد تالت. قال لك عن طريق بقى الفيتشر بتاع الاسر تشانل انا عايزه استفيد من الاربعه لينك كلهم، يعني عايزه دلوقتي ان انا اتعامل مع الاربعه لينك دول كانهم بندل واحده، كانهم ايه؟ بندل واحده، بحيث ان الداتا تتبعت عليهم كلهم في نفس الوقت، تمام؟ يبقى الداتا هتتبعت بسرعه كام؟ المفترض يعني ان هو كده الداتا هتتبعت بسرعه 400 4 جيج، صح؟ لا، هو للدقة مش بنفس الكفاءة اللي احنا قلنا عليها دي. ليه؟ تعالوا نفترض الأول عندي كده إن أنا عندي مجموعة من الأجهزة، آدي جهاز A B C D، وكل جهاز من الأجهزة دي أكيد هيبقى له ماك، فأنا هفترض إن الماك بتاع ده 1 1 1 1 1 1 1 1، تمام؟ وهفترض إن الماك بتاع الجهاز التاني ده 2، ده 3 وده 4، تمام؟ هكتشف ساعتها ان بير فلو، بير فلو يعني ايه؟ يعني جهاز الكمبيوتر الواحد لما يجي يبعت داتا، الداتا بتاعته بتتبعت على لينك واحده بس، على سلك واحد بس، الداتا بير فلو ما بتتوزعش على اكتر من لينك، تمام؟ بي فيري كيرفول من حاجه، في عندي فرق ما بين مصطلحين، مصطلح اسمه ايكوال كوست لود بالانس وايكوال كوست لود شيرنج، تمام؟ ايه الفرق ما بينهم؟ انا هفترض ان الاثنين اللي تحت دول تو راوترز R1 وR2، وهفترض ان انا وصلت ما بينهم باتنين لينك مش لينك واحد بس، وكل واحد فيهم سرعته 1 ميج، تمام؟ وجيت جزأت الحمل ما بينهم، يعني عملت فن ما بينهم لود بالانس، وانا شغاله ستاتيك وانا شغاله او اس اف، ايا كان البروتوكول الطريقين ليهم نفس المترك، تمام؟ هلاقي ساعتها ان الراوتر لما بيجي يبعت ترافيك فعلا بيوزع الحمل على الاثنين، وطبعا اتفقنا ان الداتا لما تكون طالعه من الراوتر ذات نفسه هيعمل عليها ايكوال كوست لود بالانس، لكن لو جايه من ورا الراوتر احنا اتفقنا انه ما بيعملش عليها ايكوال كوست لود بالانس. البروسيس سويتشنج، فاكرين البروسيس سويتشنج والفاست سويتشنج والسيف؟ السيف هيخلي الداتا تمشي على واحد بس. فتاني بفرض ان الداتا طالعه من جهاز الراوتر ذات نفسه، الداتا فعلا هتتوزع على الاثنين، يبقى الراوتر حرفيا هيبعت الداتا بسرعه 2 ميج، ده كده احنا بنسميه ايكوال كوست لود بالانس. ايكوال كوست ايه؟ لود بالانس. لكن بالنسبه للايسر شانل لا، ده بيعمل لي حاجه اسمها ايكوال كوست، ايوه، لود شيرنج. يعني ايه لود شيرنج؟ يعني بير فلو الداتا زي ما اتفقنا بتمشي على لينكه واحده بس. هيبقى حظي حلو قوي قوي لو الجهاز التاني رقم بي حب يبعت الداتا هو كمان، الداتا مشيت على لينك تاني، لكن ممكن الداتا بتاعتي تمشي على نفس اللينك، ويبقى ساعتها كل جهاز من الاجهزه دي بعت داتا بسرعه 0.5 جيج، يعني عملوا شير لسرعه او الباندوث بتاع نفس اللينك،
تمام. فاللي انا عايزه افهمه بقى دلوقتي، السويتش بياخد قرار بالنسبه لكاس الكمبيوتر بناء على ايه؟ تمام. علشان نفهم الكلام ده بقى، في عندي في الاسر تشانل اكتر من مود بنشتغل بيه، اللي احنا بنسميه اسر تشانل لود بالانس. اسر تشانل لود بالانس، في عندي اول نوع ممكن ان احنا نشتغل بيه اللي هو بناء على السورس ميك او الديستنيشن ميك او السورس ديستنيشن ميك. في بعض الموديلات التانية بتبص على السورس اي بي او الديستنيشن اي بي او السورس ديستنيشن اي بي. في بعض السويتشات الاغلى كمان في السعر والاقوى بتبص على السورس بورت او الديستنيشن بورت او السورس ديستنيشن بورت. نمسك واحد واحد بقى. اغلب السويتشات الاكس سويتشز زي 2960 اللي احنا شغالين عليه ده، تمام، بيبص على مين او بيسبورت مين؟ الثلاثه دول. السويتشات المولتي لاير المحترمه بتبص على الاي بي كمان، او اقدر ان انا اغير اللود بالانس يعني بناء على الاي بي كمان. في سويتشات اغلى واغلى بتبص على البورت، تمام. فانا هفترض دلوقتي ان جهاز ايه عايز يبعت داتا لجهاز سي. الاول انا ربطت التو سويتشز دول بكام لينك؟ اربعه، تمام، ماكسيمم 8. يعني اقدر اوصل دلوقتي التو سويتشز اب تو 8 لينك. طب خلينا دلوقتي في الاربعه، انا افترضت ان هم اربعه. اربعه دول كام بت يدوني كام؟ 4 احتمال. 2 4 كام بت يديني الاربع احتمالات؟ 2 بت، صح. يعني معنى كده ان التمثيل بتاع اللينكس دي اللي هو 0 0 او 0 1 او 1 0 او 1 1، مش دي كده كل الاحتمالات بتوع اصلا الاثنين بت؟ تمام. عشان ما نتلخبطش دايما باجي على العمود الاولاني 0 1 0 1، العمود الثاني 0 1 2، لو كان في بت كمان يبقى 4 0 4 1، عشان اضمن ان انا مش نسيت ولا احتمال منه، تمام. هفترض كمان ان السويتش بتاعي شغال على سورس ميك، اللود بالانس اللي هو شغال عليه ايه؟ سورس ميك. امسكوا بقى الارقام دي كده حولوها لي الباينري. فانا هركز على اول بت ده بس، واحد ده بتمثيله، صح، 2 3 4، تمام. لو انا دلوقتي ببص على 2 بت، الرقم ده بالمناسبه بنسميه اندكس، بسميه ايه؟ اندكس. فلو الاندكس بتاعي 2 بت يبقى ساعتها سويتش لو الداتا جت من جهاز ايه والمود بتاعه اللي هو شغال بيه انه بيبص على السورس ميك، هيبص على اول 2 بت في السورس ميك. هيبص على مين؟ اول 2 بت في السورس ميك. يبقى ساعتها ايه رايكم؟ جهاز ايه عايز يبعت داتا لجهاز سي؟ الداتا هتمشي فين؟ صح؟ طيب جهاز بي، هفترض ان عايز يبعت داتا لجهاز دي، الداتا بتاعته هتمشي ازاي؟ ها؟ واضحه؟ طيب حظي بقى صدفة ان انا اكتشفت اساسا ان الاجهزه اللي عندي كلها جوه اللين بتاعتي كسورس، يعني المكات بتاعتها كلها اول 2 بت فيهم من ناحيه اليمين متشابهين بنفس القيمه، بسيطه قوي. ساعتها خلي السويتش يبص على، ها، غير اللود بالانس لمين؟ ها؟ الديستنيشن ميك. وساعتها لو جهاز ايه عايز يبعت داتا مثلا لسي، ايه اللي هيحصل؟ الداتا هتمشي ازاي؟ هيبص على اول 2 بت هنا عند الديستنيشن مش عند السورس، وبالتالي جهاز ايه الداتا بتاعته هتتبعت على اللينكه الاخرانيه دي. طيب جهاز دي الداتا بتاعته هتمشي فين؟ ها؟ اللي فوق. واضحه؟ طب بعد كده انت اكتشفت طبت الثالثة، حاضر، تمشي ايه؟ لا هنا، صح. هو بص بي عايز يبعت داتا للدي، ماشي يا نصر؟ يبقى خلاص انتهى؟ تمام. طيب دلوقتي هفترض تاني ان انا اكتشفت ان الداتا دايما عامله لود على لينك واحد بس، تمام، وباقي اللينكس مش مستفيده بيها. بسيطه قوي، غير اللود بالانس،
ازاي؟ في عندي طريقه كمان ان انا ببص على السورس ديستنيشن ماج. يعني ايه السورس ديستنيشن ماج؟ يعني بيعمل اكس اور، لو تفتكروا البوابه بتاعت اكس اور، بيعمل اكس اور ما بين السورس وما بين الديستنيشن. اول اتنين بت من ناحيه اليمين في السورس ماج، واول اتنين بت من اليمين من ناحيه الديستنيشن، يعمل ما بينهم اكس اور. طب تعالوا نفتكر كده بسرعه البوابه بتاعت الاكس اور. لو عملنا كده سيرش على البوابه بتاعت الاكس اور جيت، بصوا كده الارقام طول ما هي اساسا شبه بعض يبقى الاوت بوت زيرو. طول ما الارقام اساسا مش شبه بعض يعني عدد الوحيد فردي، يبقى الاوت برضه الاوت بوت برضه واحد. واضحه؟ يبقى دلوقتي لو افترضت تاني ان جهاز ايه عايز يبعت داتا لجهاز سي، اول اتنين بت في السورس كام؟ صفر واحد. اول اتنين بت في الديستنيشن كام؟ واحد واحد. يبقى لو انا عملت اكس اور ما بينهم، صفر واحد هيديني واحد، واحد واحد هيديني صفر. يبقى ايه لما يكون عايز يبعت داتا للسي، الداتا هتمشي ازاي؟ في السلكة التالتة دي. وضحت الفكرة؟ اكتشفت برضو ان في لود عندك اساسا على لينك منهم، بسيطة قوي. غير المود، غير اللود بالانس مود، خليه مثلا يشتغل سورس اي بي، وساعتها هيبص على اول اتنين بت في السورس اي بي، الاي بي حوله باينري، او الديستنيشن اي بي، اول اتنين بت في الديستنيشن اي بي، او اكس اور ما بين اول اتنين بت واول اتنين بت في السورس والديستنيشن اي بي. الموديلات الاكبر والاكبر بيبص على البورت نمبر. طبعا انا عارفه ساعتها ان السورس بورت بيبقى قيمته اي رقم راندوم ابتداء من 1024، او الديستنيشن بورت، الديستنيشن بورت دايما بيبقى على حسب السيرفيس اللي انت داخل عليها، اتش بي ولا اتش بي اس ولا ايه بالظبط، تمام؟ او اكس اور ما بين السورس والديستنيشن بورت. متهيألي كده واضحه، تمام؟ احنا اتفقنا تاني. ايه السؤال ده؟ ما هو طبيعي لازم يحولها باينري يا سهيل. يعني اه طبيعي بعد ما يحولها باينري يا سهيل. ماشي يا سهيل، تمام؟ طيب المهم تاني، ما انت سؤالك مره يعني دايما سؤالك بيروح طالع كده، يروح حاططني في الحيطه، رددني كده في الحيطه. عجبك كده خليته نطق، خليته نطق. معايا تاني؟ احنا قلنا تاني نقدر نوصل التو سويتشز اب تو كام؟ اب تو 8 لينك. يبقى ساعتها الاندكس بتاعي هيتمثل في كام بت؟ 3 بت. ناقص 3 ب 8 صح؟ ويبقى ساعتها هبص على اول كام بت سواء عند السورس او الديستنيشن، ده كبيري صح؟ الرقم ده تاني سميناه ايه؟ اندكس. الرقم ده اللي هو اخد اصغر قيمه ده، تمام؟ ده مسؤول ساعتها ان هو كمان يمر عن طريقه الكنترول بلين. عارفين الفرق ما بين الكنترول بلين والداتا بلين صح؟ يبقى بيمر عن طريقه ايه كمان؟ الكنترول بلين، ما عدا بروتوكول السي دي بي بيمشي عليهم كلهم. السي دي بي عليهم كلهم مفيش مشاكل، تمام؟ طب افرض دلوقتي ان اللينك اللي تحت ده وقع، حصل له داون، ايه اللي هيحصل؟ الداتا بتاعته هتتنقل هنا. الداتا بتاعته ايه؟ هتتنقل هنا. يعني معنى كده ان ليه اصغر اندكس هيبقى مسؤول عن الكنترول بلين، وهيبقى كمان مسؤول عن الداتا بلين بتاعت اي لينك يقع. طب افرض ان اللينك ده كمان وقع، ايه اللي هيحصل؟ الداتا بتاعته هتروح فين؟ لا مش كل شويه بقى لود على 00. ها تقصد ايه؟ لا مش 01. امال قال لك دلوقتي اساسا يا محمد، مش انا عندي السلكتين دول بقوا سلكتين بس هم، كام بت يديني احتمالين؟ واحد. احتمال واحد اللي هو يا صفر يا واحد. فاول ما دلوقتي اللينكس بتاعتي تقع لدرجه ان اساسا اللينكات الباقيه ممكن ان عدد البتات اللي انا بستخدمها عشان الاندكس تقل، بيعيد تركيم الاندكس تاني. بيعيد تركيم مين؟ الاندكس تاني. ونمشي بقى عادي ان داتا تمشي هنا وداتا تمشي هنا، وساعتها هيبص على اول بت واحده بس. في اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ تمام. لا شغال عادي. لا 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 عادي، لا عادي ينفع. لا ما هو مش همثلها كده بقى، هيبقى بالتمانية. بس عادة احنا اقصى شركة شفتها اصلا مشغلة اسر تشانل كان 4 لينك، ما شفتش ولا شركة في حياتي مشغلة اكتر من 4 لينك. معلش يعني اعمل ايه باكتر من 4 لينك؟ ما عرفوش يحلوا ولا هقول لك.
اقوم لا ايه ده ايوه الفيديو شغال يلا ايه فايق ماشي طيب بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم بقى دلوقتي عن الاسر تشانل مودز في عندي 5 مود ممكن نشتغل بيهم النوع الاولاني اون الثاني اوتو الثالث ديزايربل الرابع باسيف الخامس اكتف نمسك واحد واحد بقى اون يعني ايه اون ده معناه ان انا بايدي كادمنستريتور اللي هاجي على اللينكس دي كلها واقول لها انت اشتغلي اون يعني مش هعتمد على نيجوشيشن بروتوكول احنا عارفين طبعا ان سيسكو مدمنه نيجوشيشن صح انا مش هعتمد على نيجوشيشن بروتوكول انا اللي بايدي هقول لهم انتوا اشتغلوا ايه اون تمام طيب انما الاثنين مود التانيين دول كده معناهم ان انا اعتمدت على بروتوكول نيجوشيشن ما بين التو سويتشز بورت سيسكو بروبريتاري اسمه بورت اجريجيشن بروتوكول اسمه ايه بورت اجريجيشن بروتوكول تمام الاثنين اللي تحت دول الباسيف والاكتف ده معناه ان انا اعتمدت على بروتوكول شغلت بروتوكول ما بين التو سويتشز اسمه لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول تمام ايه الفرق ما بينهم في اكتر من فرق بس اللي يهمني دلوقتي ان ده بتاع سيسكو بروبريتاري انما ده ستاندرد تمام في فروق تانيه بعد ما نخلص هنقول الفروق الباقيه اللي ما بينهم انما ده الفرق الرئيسي دلوقتي تمام لو انا دلوقتي اشتغلت بالبروتوكول بتاع بورت اجريجيشن بروتوكول اوتو معناه ان انا عندي استعداد ان انا اقوم اسر تشانل بس انا قاعده حاطه رجل على رجل مستنيه الطرف الثاني هو اللي يبدا يعمل نيجوشيشن ديزايربل العكس انا عندي استعداد اقوم الاسر تشانل وانا اللي هروح للطرف اللي قصادي اقوم الاسر تشانل بجد ايه يا سهيل ما نفس اللي قايلينه قبل كده في الترانكينج ما هو برضه الديزايربل هو اللي بيروح يقوم الاوتو اسكت يا سهيل اسكت والله اوتو مع اوتو كويس ولا قربت اقوم لك ايه ده باسيف واكتف هو نفس الفكره بالظبط بس باسيف قصاد اوتو اكتف قصاد ديزايربل اكتب قصاد ايه ديزايربل وبالتالي لو انا عندي دلوقتي تو سويتشز شغالين بالبروتوكول ده الاثنين اوتو هيحصل نيجوشيشن ما بينهم هيقوم الاسر تشانل لا طب لو واحد اوتو والتاني ديزايربل هيقوم الاسر تشانل طب والاثنين ديزايربل هيقوم الاسر تشانل نفس الفكره في اللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول لو عندي اثنين باسيف مش هيقوم الاسر تشانل باسيف واكتف هيقوم اثنين اكتف هيقوم بي فيري كارفول ان مش ينفع ان انا اعمل كومباينيشن ما بينهم يعني مثلا ما يكونش السويتش الاولاني شغال اون والتاني ديزايربل او واحد شغال ديزايربل واللي قصاده باسيف مش ينفع لو اون يبقى الطرفين اون لو واحد فيهم شغال بالبروتوكول ده يبقى الاثنين شغالين بالبروتوكول ده واحد شغال بالبروتوكول ده يبقى الاثنين شغالين بالبروتوكول ده واضحه تمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا بقى نقوم لاب كده صغير طبعا انا مش هقوم 4 لينك كتير قوي يعني فهوصل تو سويتشز بسلكتين بس كفايه ونقوم عليهم الاسر تشانل ادي سويتش ادي التاني وهوصلهم دلوقتي سي اسر 0 على 0 وده اسر 0 على 1 اسر 0 على 0 اسر 0 على 1 ده سويتش 1 وده سويتش 2 تعالوا نشوف بقى كل مود واحنا بنقومه ايه المشاكل بتاعته لو انا دلوقتي مثلا اشتغلت اون الاون فيه ميزه ان انا كده مش معتمده على نيجوشيشن وبالتالي سريع مجرد ما بقوم الاسر تشانل قام خلاص انتهينا مفيش نيجوشيشن تمام دي الميزه بتاعته على عكس لو انا اعتمدت على نيجوشيشن بروتوكول على لما يبداوا ان هم يعملوا نيجوشيشن مع بعض بيحصل ديلي تقريبا 15 ثانيه تمام تعالوا نشوف بقى مشاكل الاون مشاكل الاون ان انا لو مش ظبطته صح هلاقي نفسي لبست في الحيطه ازاي هفترض ان السويتش ده هو الروت وبالتالي تو انترفيسز ديزيجنيتد واللي قصاده واحد روت والتاني بلوك واحد روت وايه يا شباب
التاني بلوك. لو انا دلوقتي بروتوكول السبيننج تري شغال ومقوم الشبكه بالمنظر ده، المفترض ان سويتش 1 لما بيجي يبعت الفريمز بيبعت فريم كده ونفس الفريم كده، فريم كده ونفسها هي هي كده، وعشان كده البروتوكول بتاع السبيننج تري افلي واحد منهم عشان ما يوصلش للديستنيشن اكتر من كوبي من الداتا، تمام. لكن لو انا دلوقتي قومت اسر تشانل، المفترض بعد ما اقوم الاسر تشانل هيبعت لي فريم كده ويبعت فريم تانية خالص بتاع البي سي تاني خالص كده، يبقى هيتسبب لي في اي لوب سويتشنج لوب؟ المفترض لا، صح. مشكلتي بقى في الاون ايه، ان انا دلوقتي مثلا جيت عملت الاسر تشانل قومت الاثنين دول اون، جيت على الطرف اللي هو سويتش النان روت سويتش الاول وخليت الطرفين ايه يا شباب اون، تمام. فهيبدا السويتش ده يبعت فريم كده وفريم تانية كده، بس الفكرة ان ده خلاص ما بقاش داون، ما بقاش بلوك، اللينك اتفتح، تمام. اول ما اللينك اتفتح السويتش ده انا لسه ما قومتش عليه اسر تشانل، لسه ما لحقتش اجري بسرعة بسرعة واقوم عليه اسر تشانل، فهلاقي ساعتها الداتا بتمشي ازاي، فريم كده ونفس الفريم كده. طب ما السويتش اللي قصاده ده خلاص ما بقاش بلوك، هيستقبل الداتا لوب، خلاص كده وش اتحطيت في لوب، تمام. وعلشان كده بروتوكول السبيننج تري هيحاول يحميني من سيناريو زي ده ازاي. قال لك دلوقتي الديزاين الصح الاول، انا عن نفسي بفضل ان انا اجي على اي تو انترفيسز في اي سويتش فيهم ده مثلا وده، اعمل لهم شوت داون قبل ما ابدا في الكونفيجريشن. مش شرط ان انا اعمل على سويتش 1 وسويتش 2، لان مجرد ما اوقع الانترفيسز على سويتش فيهم التاني اكيد هيقع هو كمان، صح، هيتحول لداون لان اللي قصاده بقى ادمنستريف داون، تمام. فالاول بعمل شوت داون للانترفيسز، اقوم الاسر تشانل على الطرفين، وبعد كده اجي على السويتش ده اعمل انيبل تاني للانترفيسز. انا عن نفسي بفضل كده. طب لو انا نسيت حاجه زي دي، قال لك سيسكو اساسا هتشغل فيتشر هنتكلم عنه باذن الله في لاب بعد ما نخلص اللاب الاولاني، هنعمله بايدينا، بروتوكول السبيننج تري هيحميني من سيناريو زي ده ازاي. هيجي على السويتش اللي انا قمت عليه الاسر تشانل، هيوقع الانترفيسز في حاله الايرور ديسيبل لغايه ما انا اروح على السويتش اللي قصادي واخلص عليه كونفيجريشن. فده مش هقوله دلوقتي بالتفصيل لان كده كده بعد اللاب الاولاني هنعمله في لاب مستقل، تمام. ده تاني، يبقى الاون ميزته ايه؟ انه سريع، صح. عيبه لو انا ما عملتش ديزاين صح للشبكه بتاعتي ممكن الاقي نفسي البست فلوب. افرض بروتوكول السبيننج تري كان اتعمل له ديسيبل وانا جيت زي ما قلت لكم نسيت اعمل شوت داون للانترفيسز الاول، صح. طيب بالنسبه للبروتوكولات، العيب بتاعها زي ما اتفقنا ان هي بتعمل لي ديلي 15 ثانيه، تمام. العيب بتاع الميزه بتاعتها ان الانترفيسز مش هتقع لسبب ان الاسر تشانل بين الطرفين مش هيقوم الا لما الطرفين يوافقوا. الاسر تشانل ايه؟ على الطرفين مش هيقوم الا لما يحصل اوريدي نيجوشيشن ما بين الاثنين، فهلاقي نفسي مش بتحط في لوب في اي لوب نهائي. واضح كده؟ تعالوا نقوم مثلا الاول البروتوكول بتاع سيسكو اللي هو بورت اجريجيشن بروتوكول على اللاب ده. فتعالوا نسحب بقى هنا تو سويتشز، بي فيري كيرفول. اللاب ده بيعمل مشاكل كتيره قوي مع الفيرجن الجديد من الاي او اس الاي او يو، فيا ريت تشتغلوا على الفيرجن القديم، ساعات دي هايس برضه بس مقارنه بالفيرجن الجديد اهدى شويه، تمام. ده ولاد كمان بيعملوا مشاكل مع الـ مع الاي او يو. نوصل الاثنين دول ببعض، اسر 0 على 0، اسر 0 اوفر 1، ونقوم الانترفيس دي كده نكونكت بقى على سويتشز. لو انا جيت دلوقتي على السويتش الاولاني عايزه اقوم الاسر تشانل، ريكومندد ان انا اصلا الكونفيجريشن تكون ايدنتيكال على الاثنين، بمعنى الاسر تشانل ممكن ان انا اقومه على لير 2 انترفيس، ممكن اقومه على لير 3 انترفيسز، ممكن اقومه على اكسس، على ترانك، على تانل انترفيس، فاكرين التانل، تمام. ينفع ان هو يقوم على اي نوع من انواع الانترفيسز بس يكونوا ايدنتيكال، يعني ما يكونش الانترفيس اللي فوق مثلا اكسس واللي تحت ترانك، ما يكونش اللي فوق اصلا لير 2 واللي تحت لير 3، الاسر تشانل مش هتقوم، تمام. طيب دلوقتي في كونفيجريشن ماست زي ما قلت لكم ان هي تكون ايدنتيكال،
زي الاكسس زي الترانك الفيلانات تكون واحده على الاثنين، الالاود ليست تكون واحده على الاثنين، تمام؟ فحاولوا بقدر الامكان. في حاجه ثانيه ما بتاثرش، الدوبلكس والسبيد لازم يكون واحد، تمام؟ في حاجه ثانيه مش بتاثر بس منعا لاي لخبطه، لان الاستر شانل فعلا مشاكله كتير. حاولوا بقدر الامكان ان تو انترفيسز يكونوا ايدنتيكال من بعض. لو انا عملت اي كونفيجريشن على اس 0 على 0 لازم اعمل زيها على اس 0 على 1. حاجه كمان بالنسبه اصلا للاستر شانل، التو انترفيسز اللي مشاركين عندي في البندل ما ينفعش ان انت تشغل عليهم زبان. هنرجع للزبان تاني باذن الله، مش تقلقوا، تمام؟ ما ينفعش ان انت تخليهم دايناميك، دايناميك فيلانز، تمام؟ ايه تاني؟ على زي ما قلنا بقى، حاول بقدر الامكان الاثنين يكونوا ايدنتيكال. في فيتشر تاني لازم يكون نو برضو، السبان والدايناميك. هحاول افتكر التالت واحنا بنشرح كده، تمام؟ في ثلاثة ما ينفعوش يعني، قطع اللي هي البورت سكيورتي، تمام؟ يبقى الثلاثة دول مش ينفع اصلا ان انت تطبقهم على الانترفيس ده، لا البورت سكيورتي ولا السبان ولا الدايناميك فيلينز، تمام؟ وعشان كده نحاول بقدر الامكان ان الامر اللي انا اكتبه على الاثنين. طب ازاي؟ ريكومندد ان انت لما تنزل تحت الانترفيس مش تنزل تحت واحد واحد، انزل تحت الانترفيس رينج عشان تضمن ان الامر ده اتطبق على الاثنين، تمام؟ فاقول له انترفيس رينج الاول بس كده صحيح. لو انا جيت عايزه بريفاي الاول، لو قلت له شو سبانينج تري، لقيت دلوقتي تو انترفيسز اللي عليه ديزيجنيتد فورورد، يبقى معنى كده ان السويتش ده الزروت، صح؟ لو جيت على السويتش اللي قصادي وقلت له شو سبانينج تري، لقيت واحد روت اللي هو اس 0 على 0 واللي قصاده الترنت، يبقى السويتش ده مش هو الروت، تمام؟ فنيجي بقى على ده كده تاني، تحت الانترفيس رينج اس 0 على 0 لغايه 1، واقول له هنا شانل جروب اللي رقمه السويتش ده بيسبورت كام جروب؟ على حسب الموديل، في سويتشز بتسبورت لغايه 8، في سويتشز بتسبورت لغايه 255، في 16، تمام؟ ايه بقى حوار الجروب ده؟ قال لك بفرض دلوقتي ان السويتش ده انا ربطاه باستر شانل مع سويتش 2، فالتو انترفيسز دول هحطهم جوه بندل واحده، جوه شانل جروب واحد، واديهم نفس الرقم، والرقم ده لوكالي سيجنيفيكانت، يعني انا لو خليته هنا واحد والسويتش اللي قصاده خليته 2 مفيش مشاكل، وكونكتد تاني بسويتش تاني خالص، تمام؟ وعايزه احط الاثنين انترفيس اللي ربطني بالسويتش الثالث ده في بندل، احطها مثلا في بندل كام؟ 2، تمام؟ وربطني بسيرفر، ربطني بايه؟ سيرفر، تمام؟ ايه ده، هو ينفع ان انا اكون مربوطه بسيرفر اساسا واقوم اسر شانل؟ اه عادي، فهحط الاثنين دول جوه ايه؟ اسر شانل 3، بس قصادها بقى من ناحيه السيرفر، سواء السيرفر ده كان مايكروسوفت سيرفر، ويندوز سيرفر، او لينكس، بقوم عليه فيتشر اسمه نيك تيمنج. نيك ايه؟ تيمنج. يعني ايه نيك تيمنج؟ يعني باجي على كروت الشبكه بتاعه السيرفر بتوعي الاثنين دول، بتعامل معاهم كانهم كارت واحد بس، واديلهم اي بي واحد بس، تمام؟ طيب يبقى معنى كده تاني ان انا اقدر ان انا اكريت اكتر من شانل جروب على سويتش، بس التو انترفيسز اللي جوه نفس البندل لازم يكونوا واخدين نفس الرقم، اللي قصادي مش شرط، تمام؟ فانا مثلا سي ان انا هديلهم رقم واحد، وبعد كده هقول له المود اللي انا شغال عليه، بصوا في عندي اون، في عندي باسيف واكتف، في عندي اوتو وديزايربل. فسي دلوقتي مثلا ان انا هقول له ديزايربل، تمام؟ انتر. اول لما ضغطت انتر قام كريت لي انترفيس وهمي اسمه اسر او بورت شانل 1، كريت لي انترفيس وهمي ايه؟ بورت شانل 1، تمام؟ هروح بقى على سويتش اللي قصادي واعمل نفس الكونفيجريشن بالظبط، فهنزل برده تحت الانترفيس رينج اللي هو اسر 0 على 0 لغايه 1، واقول له شانل جروب سي مثلا اللي رقمه 2 عشان اكد لكم ان الرقم ده لوكال سيجنيفيكانت. المود اللي انا شغاله فيه هناك ديزايربل، اخليه هنا مثلا سي، ايه رايكم؟ اوتو مثلا. ام كريت لي برضو انترفيس وهمي بورت شانل 2، بورت شانل ايه؟ 2. عايزه فيريفاي كده، قال لي ان الانترفيس فعلا خلاص بقى اه، عايزه فيريفاي. عندي امر اسمه شو اثر اثر شانل، انتر. قال لي انت مقومه اسر شانل نوعه
لير 2 عشان كمان شويه هناخد لير 3. تمام، كم بورت مشارك فيه؟ 4. مين البروتوكول اللي انا شغاله بيه؟ بورت اجريجيشن بروتوكول. طب انا دلوقتي مقومه الكلام ده على انترفيسز معينه، صح؟ افضل امر دايما انا بفيريفاي بيه شو اسر تشانل سامري. تمام، مين هي الانترفيسز اللي مشاركه عندي جوه الباندل؟ اسر 0 على 0 واسر 0 على 1. يهمني ان انا اشوف الحرف ده، الحرف ده فوق معناه ان تو انترفيسز دول ان باندل. تمام، ويهمني كمان ان انا اشوف الحرفين دول، هو كريت لي زي ما اتفقنا انترفيس وهمي اسمه بورت شانل 1. حالته دلوقتي اس كابيتال يو كابيتال. اس كابيتال ده معناه لير 2، لان كمان شويه زي ما اتفقنا هناخد لير 3 ان شاء الله. يو كابيتال معناه نيوز. طالما الحرفين دول موجودين اس كابيتال يو كابيتال وهنا ظاهر حرف البي، يبقى انا كده في السليم. هو انا حددت نوع البروتوكول؟ لا، بس الراجل ذكي، كون ان انا قلت له اصلا ان انا شغاله ديزايربل او اوتو، عارف على طول ان انا شغاله ببروتوكول مين؟ بورت اجريجيشن بروتوكول. تمام؟ طيب لو انا دلوقتي حبيت ان انا اغير المود، تمام؟ الاول قبل ما اغير المود كده عايز اعرف المود اللي انا شغاله بيه ايه دلوقتي، تمام؟ فاقول له شو اسر شانل لود بالانس. لود بالانس الموديل ده موديل محترم شويه، انا شغال على سورس ديستنيشن اي بي. تمام، لو انا حبيت اغير المود ده جاست بس ان انا هاجي هنا في الكونفيجريشن مود واقول له بورت شانل. بورت شانل ارخم حاجه في الاسر شانل الاوامر بتاعته فيها يعني مس ماتش كده. تحت الانترفيس بقول له شانل جروب شو، يبقى اسر شانل. عايز اغير المود اقول له بورت شانل. ما ترسى على حاجه مش فاهمه يعني. لو انا قلت له دلوقتي بورت شانل اللود بالانس اللي انا شغال عليه، الموديل ده على سبيل المثال بيسبورت ديستنيشن اي بي، ديستنيشن ماك، سورس ديستنيشن اي بي اللي قدامي دول بناء على الاي بي، ومين كمان؟ الماك. تمام، زي ما اتفقنا في موديلات ثانيه اقوى كمان بتسبورت البورت. بتسبورت ايه؟ البورت، يعني بتفهم كمان دي الرابعة. تمام، طيب لو انا نزلت دلوقتي تحت الانترفيس رينج، تمام، الامر بتاعي كان بدايته ايه او نهايته اسا ديزايربل. لو انا استخدمت الهلب، الديفولت ان انا شغاله في السايلنت مود. الديفولت ان انا شغاله فين؟ في السايلنت مود. ممكن ان انا اشتغل في النون سايلنت، وانا مش بفضله. ليه؟ سايلنت مود ده معناه ان سواء دلوقتي في داتا بتعدي من بين التو سويتش دول او ما فيش داتا بتعدي ما بين التو سويتش دول، كده كده البورت شانل قايم. لكن لو انا قلت له نون سايلنت، نون سايلنت ده معناه ان لو تو سويتشز ايدل دلوقتي مفيش داتا بتتبعت ما بينهم، ده معناه ان الاسر شانل هتقع. اول ما يحصل دلوقتي ان تو سويتشز يبداوا بيبعتوا داتا لبعض، الاسر شانل هتبدا تقوم تاني. بس اتفقنا على لما ينجشيتوا اصلا مع بعض هيحصل ديلي قيمته 15 ثانيه. تمام؟ طيب عايزه فيريفاي بقى دلوقتي الداتا بتاعتي ماشيه على انهي لينك. فكل اللي انا هعمله هاجي على السويتش الاولاني والسويتش الثاني اكريت بس اس في اي على التو سويتشز وبنج واشوف الداتا ماشيه على مين فيهم اكتر. تمام، فهنزل هنا تحت الانترفيس. بالمناسبه انا دلوقتي كل تعاملي هيبقى مع الانترفيس الوهمي، انسوا بقى الانترفيسز الحقيقيه دي خالص. يبقى بالتالي لو انا عايزه مثلا اتشيك على السبانينج تري هقول له ايه؟ شو سبانينج تري، بصوا اس 0 على 0 واس 0 على 1 ايه اللي حصل لهم؟ اختفى، بس ظهر تحت بورت شانل 1. تمام، هنا برضو شو سبانينج تري، صح؟ تمام، اي اكشن بعد كده هيبقى عن طريق الانترفيس الوهمي ده. بس طبعا دلوقتي عشان احط اي بي على السويتش ده، انا مش هينفع ان انا انزل تحت البورت شانل لان انا شغاله لير 2، فستيل هشتغل ايه؟ هكريت اس في اي عادي انترفيس في لان. لكن كمان شويه لما نقوم اللير 3، يبقى ساعتها هو اللير 3 انا بحط اي بي فين؟ تحت الانترفيس، مش هحطه على انترفيس حقيقيه، هحطه تحت مين؟ الانترفيس اللي هو البورت شانل. الانترفيس اللي هو ايه يا شباب؟ بورت شانل. واضحه؟ نعمل بقى الكلام ده كده. دلوقتي قلنا تاني هنزل تحت انترفيس في لان سي مثلا 1 وادي له اي بي ادرس. ونو شوت داون، والسويتش اللي قصادي
التلفزيون دي لين واحد وادي له البي ادرس كونوا شد داون. ايه ما هو لو قلت له دلوقتي بينج على 10002 وقربيت الكلام ده سي مثلا 100 مره واخدتوا بالكم ان هو كان بطا شويه في الاول على ما السبانينج تري يشتغل، بس اتفقنا ان السبانينج تري هيشتغل على اللينك ككل. لو قلت له شو انترفيس اس 0 على 0 الامر ده فيري هاندي بيديني كميه معلومات كتيره قوي، بس اللي انا انترستد فيه دلوقتي عدد الباكتس اللي فين في اتجاه الانبوت وعدد الباكتس اللي في اتجاه الاوت. طب خلينا في الانبوت كده وفي الاوت اهي تمام. خلينا في الانبوت، لو انا قلت له دلوقتي شو اس 0 اوفر 0 انكلود الانبوت كده قد ايه 130، اكيد برضو كده كده هيزيد عشان السبانينج تري كده كده بيتباعد ما بين التو سويتشز كل الثانيتين تمام. هعمل الكلام ده مره على اس 0 على 0 وهعمله مره على اس 0 اوفر 1 ادي 309 تمام كده. طيب تعالوا ابنك تاني، لو جيت دلوقتي قلت له اس 0 على 0 الرقم ده ما زادش قوي صح؟ تمام. اس 0 على 1 الرقم ده زاد قوي، يبقى ده معناه ان الداتا بتاعتي ماشيه فين؟ على اس 0 على 1. دي طريقه عشان تفيريفاي بيها عشان تتاكد اللود بتاعك على انهي انترفيس فيهم. في طرق ثانيه ممكن تستخدم بروتوكول الاس ان ام بي النت فلو، في تولز بتساعدني على احدد اليوتيلايزيشن اكتر على انهي لينك فيهم. في مشاكل لغايه دلوقتي؟ تمام. بي فيري كيرفول من حاجه، افرض دلوقتي ان انا عايزه اعمل اي كونفيجريشن، انسى بقى خالص الانترفيسز الحقيقيه زي ما اتفقنا تمام. مجرد ما انا اساسا تريت الانترفيس الوهمي اللي هو اسمه بورت شانل بياخد كل الكونفيجريشن اللي كانت موجوده عندي تحت الانترفيسز الحقيقيه تمام. بعد كده لو انا عملت اي كونفيجريشن تحت الانترفيسز الحقيقيه مش هتسمع على الانترفيس الوهمي، لان زي ما قلت لكم هو بيكريت اخد كل الكونفيجريشن منين؟ من الانترفيس الحقيقيه تمام. العكس لا، يعني انا دلوقتي لو نزلت تحت الانترفيس الوهمي وكريت عليه كونفيجريشن معينه هيسمع تحت الانترفيس الحقيقيه. تمام. يعني انا دلوقتي فرحت قوي ماشي، لو قلت له هنا شو رانينج بورت شانل على الانترفيس الاول بورت شانل 1 دي الكونفيجريشن اللي موجود عليه، لو قلت له برضو وريني كده معلومات عن السكشن السكشن بتاع اس 0 على 0 اس 0 على 1 ادي اس 0 على 0 وادي اس 0 على 1 نفس الكونفيجريشن بالظبط طبعا مع عدد ديزايربل ولا لا صح. طب تعالوا نعمل بقى اي كونفيجريشن تحت الانترفيس اللي هو البورت شانل سي مثلا هقول له سويتش بورد مود ترانك مثلا سويتش بورد مود ترانك اوتو كانت بي كونفيجرد يبقى الاول بس اقول له سويتش بورد ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو وبعد كده اقول له سويتش بورد مود ترانك تمام. لو انا قلت لو انا قلت له طبعا دلوقتي هو المفترض طبعا اروح اعمل الكلام ده هناك برضه تمام، بس المهم تاني ككونفيجريشن لو انا قلت له دلوقتي وريني كده الكونفيجريشن اللي موجود على الانترفيس بورت شانل حط لي هنا ايه الامرين دول، ولو قلت له وريني المعلومات دلوقتي او الكونفيجريشن اللي ريبليكيتد تحت اس 0 على 0 واس 0 على 1 ايه رايكم؟ نفس الكونفيجريشن ولا لا؟ سمعت تحت الانترفيسز الحقيقيه ولا لا؟ نعم مش كل يعني في حاجات برضو اكيد ان هي بس تاثيرها برضو ان هي في النهايه ايبل ديزايربل اهو سوري فين سوري ده اسف ده تمام ها up to this point في اي مشكله؟ تمام. احنا كنا قلنا في شويه فروق ما بين بروتوكول البورت اجريجيشن بروتوكول واللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول صح؟ ايه هما؟ اول حاجه ان البروتوكول ده بيسبورت الهاف دوبلكس والفول دوبلكس،
اللي تحت بيسبورت الفول دوبلكس بس، بيسبورت ايه؟ الفول دوبلكس بس. تاني واحد قلنا ده بتاع سيسكو، لكن ده ستاندرد، ده حتى مش قلت لكم ينفع ان انا اعمل نيك تيمينج ما بين السويتش وما بين سيرفر سواء مايكروسوفت او اللينكس، بيسبورتوا برضو اقدر اشغل عليهم بروتوكول اللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول، ما هو ستاندرد بقى. تمام. الفرق التالت ان اساسا في البروتوكول بتاع البورت اجريجيشن بروتوكول اقدر ان انا اربط التو سويتشز بكام لينكه؟ 8. ده بالنسبه لبتاع سيسكو، لكن بالنسبه لللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول اقدر ان انا اوصل التو سويتشز اب تو 16 بورت. اب تو كام؟ 16 بورت. تمام. فهفترض مثلا ان ده انترفيس فاست 0 اوفر 1، اللي بعديه فاست 0 اوفر 2، لغايه احنا قلنا لغايه كام؟ 16. يبقى فاست 0 اوفر 15، فاست 0 اوفر 16. الناحيه الثانيه فاست 0 اوفر 1، فاست 0 اوفر 2، لغايه فاست 0 اوفر 15، فاست 0 اوفر 16. قلنا تاني اقدر ان انا اوصل التو سويتشز اب تو 16 لينك، بس 8 بس هما اللي هيبقوا اكتف جوه اللينك، والثمانية الباقيين باك اب. بمعنى عندي مثلا دلوقتي اللينك اللي هو رقم 9، فاست 0 على 9، ده واقع مثلا، ده يدخل مكانه. واضحه؟ يبقى المشارك عندي كام قد ايه؟ 8 لينك بس. طب انهي 8 لينك؟ قال لك اللي ليهم بريوريتي اقل، اللي ليهم ايه؟ بريوريتي اقل، رقم كونفيجرابل تحت الانترفيس. تمام؟ وما اقصدش البريوريتي بتاع البروتوكول السلينج تري، في بريوريتي اصلا خاصه بالبروتوكول بتاع اللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول. هيحصل تاي في البريوريتي باي ديفولت، ساعتها مين اللي يكسر التاي؟ البورت اي دي الاقل، يعني ده فاست 0 على 1 وده فاست 0 على 2 اقل من 15 و16، يبقى الثمانيه اللي فوق دول هم اللي هيشاركوا جوه البندل. لا معلش، الثمانيه دول ولا الثمانيه دول؟ ما انا عكسهم. اخدتوا بالكم ان انا عكسهم؟ احنا قلنا ان اللي ليهم اي دي اقل، بس اللي ليهم اي دي اقل عند مين؟ عند سويتش 1 ولا سويتش 2؟ صح؟ قال لك ساعتها سويتش من الاثنين اساسا بيقلبته كماستر والتاني سليف، بناء على ايه؟ البريوريتي الاقل. البريوريتي باي ديفولت قيمه من 32000 7 6 8. تاني ملهاش اي علاقه نهائي بالبريوريتي بتاعت الستاننج تري، هي نفس القيمه بس مش اكتر. تمام؟ يبقى تاني بناء على البريوريتي الاقل باي ديفولت هيحصل تاي ولا لا؟ هيحصل تاي. صح؟ مين اللي يكسر تاي؟ السويتش اللي ليه ماك اقل. السويتش اللي ليه ايه؟ ماك اقل. مين السويتش اللي ليه ماك اقل هنا؟ افترض ان هو ده، يبقى ده صاحب القرار ان هو يختار الانترفيسز اللي عنده اللي ليها اي دي اقل هي اللي تشارك جوه البندل. يبقى مين في حالتي اللي مشارك جوه البندل؟ دول. صح؟ واحد منهم وقع 9 يدخل مكانه، واحد تاني وقع 10 يدخل مكانه. فاست 0 اوفر 9 وفاست 0 اوفر 10. ايه؟ بالترتيب، ما احنا اتفقنا بالاي دي الاقل، الا اذا انت كنت لاعب اساسا في البريورتي بتاعت الانترفيس، وهوريك الامر كمان شويه ان شاء الله. واضحه كده؟ تمام. لو انا دلوقتي نزلت تحت الانترفيس، الانترفيس رينج يعني، الانترفيس رينج، وقلت له هنا شانل، بصوا كده لو استخدمت الهيد، في عندي شانل جروب وفي عندي امر تاني اسمه شانل بروتوكول، مش هما دول الاثنين بروتوكول اللي عندي؟ انا مش محتاجه ان انا اصلا اكتب امر زي ده، بدليل ان اساسا لما قلت له شو اسر شانل سامري قال لي ان انت شغاله بورت اجريجيشن بروتوكول، ذكي لوحده، كفايه ان انا قلت له ديزايربل. صح؟ امال ايه لازمه امر زي ده؟ قال لك يعني عاده الامر ده بيحميني من نفسي، عشان انا لو اتلخبطت مثلا وجيت تحت انترفيس مثلا وقلت له ان انت اشتغل لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول اداني ايرور. ليه يا عم؟ قال لي ان هو اوريدي بارت من الشانل جروب شغال بايه؟ بالبورت اجريجيشن كنترول بروتوكول وذ ديفرنت تايب اوف بروتوكول انيبلد. تمام؟ اخر حاجه عشان يبقى خلصنا الجزء ده، احنا اتفقنا تاني ان الفيتشر ده اسمه ايه؟ اسر شانل. تمام؟ ده الاسم بتاع سيسكو. الاسم الستاندرد، اصل ده فيتشر ستاندرد على فكره مش سيسكو، ده شركات كتير شغاله بيه. الاسم الستاندرد لاج لينك اجريجيشن. اجريجيشن يعني تجميع، اجريجيشن يعني ايه؟
ده الاسم الستاندرد. مايكروسوفت واللينكس بيسموه ايه؟ نيك تيمينج، عشان بس نفرق ما بين المصطلحات. الاسم الستاندرد ليك، الاسم بتاع سيسكو اثرو شانل، تمام. الاسم بتاع مايكروسوفت واللينكس نيك تيمينج. اب تو ذس بوينت، في اي مشاكل في اللاب الاولاني؟